قتل حسن نصر الله وبعض من قيادات حزبه في غارة إسرائيلية تسببت بخنقه بمبنى قيادة الحزب تحت سطح الأرض، لكن بداية الاستهداف كانت من على أرض سوريا عام 2012. هذا مجمل ما يقوله تقرير لصحيفة بريطانية أن القتال في سوريا كان من ضمن أسباب اغتيال الزعيم السابق لحزب الله، فعمليات تسلل جواسيس إسرائيل إلى عناصر حزب الله وقيادته ساهمت بشكل كبير في مقتلهم. فكيف تسللت تلك الجواسيس إلى حزب الله؟ صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن البيانات المكثفة التي جمعها جواسيس لإسرائيل ساعدت وبشكل كبير في اغتيال نصر الله ومساعديه. فوفقاً للتقرير فإن عناصر الحزب تحولوا من أشخاص منضبطين للغاية ومتشددين إلى أشخاص سمحوا بدخول عدد أكبر بكثير من الناس لحياتهم بعد كشفهم لهوياتهم أثناء القتال بسوريا، ما منح الفرصة لتل أبيب لمراقبتهم. الحرب في سوريا خلقت نافورة من البيانات، معظمها كانت متاحة لجواسيس إسرائيل وخوارزمياتهم لكي يهضموها، ما مكن إسرائيل من مراقبة أعضاء الحزب ومعرفة مستوياتهم القيادية واختراق هواتف أو كاميرات مراقبة. وكانت إسرائيل قد حاولت اغتيال حسن نصر الله 3 مرات خلال حربها مع الحزب.